إذن عندنا بعض الأسئلة التي وجهت إلي في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اللقاء الذي جرى مؤخرا في برنامج ضيف برنامج حديد العرض. السؤال الأول من محمد علي: كيف تبرر النظرة الواسعة في المنطقة العربية لأردوغان على أنه زعيم إسلامي تارة وزعيم ديمقراطية تارة أخرى، وهو العائد إلى علاقته مع إسرائيل والمصالحة مع روسيا حتى قبل الانقلاب الفاشل؟ في الحقيقة هذا سؤال مهم. أنا كتبت مؤخرا مقالا مطولا حول التجربة التركية بعد الانقلاب، محاولة الانقلاب الأخيرة، وقد اعتبرت أن هذه التجربة لم تحظى باهتمام حقيقي في الكتابات العربية. هذه التجربة تلخص دائما في أحد أمرين: إما أن أردوغان هو الزعيم الديمقراطي الذي أخرج تركيا من الدكتاتورية العسكرية وقادها إلى الديمقراطية التعددية، أو أن أردوغان هو الزعيم الإسلامي الذي أعاد لتركيا هويتها الإسلامية مقابل الهوية التغريبية التي كانت هي جوهر مشروع أتاتورك. في الحقيقة هذان التصوران غير دقيقة. أولا، لأن التجربة التركية لم تتغير في الجوهر. أردوغان صار الآن 14 سنة في الحكم، لم يغير شيئا من طبيعة النظام السياسي، لا تزال نفس المرجعيات التي تحكم الدولة التركية الحديثة ذو تأسيسها عام 1923 من أتاتورك، لا تزال هي نفس المرجعيات الحاكمة في تركيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أردوغان لم يخرج عن العلمانية التركية، ولكن نحن دائما نعتقد أن هذه العلمانية التركية إنها علمانية على غرار العلمانية الفرنسية، أي اللائكية الفرنسية التي هي لائكية محايدة اتجاه كل الديانات، بينما التجربة التركية حتى منذ عهد أتاتورك قامت على سيطرة الدولة على الدين وسيطرتها على المشهد الديني. أتاتورك كان يقول دائما أن الدولة يجب أن تهيمن على الدين، لأن الخطر الذي يتهدد الدولة يتهددها من الدين، وذلك على الدولة أن تتحكم في الحقل الديني. عندما جاء أردوغان إلى السلطة في إطار هذا الحزب الذي هو حزب العدالة والتنمية، الذي هو في الحقيقة خليط من عدة اتجاهات، صحيح أن هناك اتجاه إخواني، وأردوغان نفسه كان قريبا إلى هذا الاتجاه الأخواني الذي يرجع إلى نجم الدين أربيكان، ولكن العدالة والتنمية هي حزب محافظ ليبرالي، وأردوغان لم يستطيع أن يغير شيئا من تركيبة هذا النظام السياسي الذي قاده إلى السلطة. كل ما فعله هو أنه في إطار السياسة الجديدة لتركيا حاول أن يوظف اللون الإسلامي أو التحالف مع التيارات الإسلامية العربية من أجل نمط من الزعامة الإقليمية في المنطقة. نفس الشيء فيما يتعلق بالتجربة الديمقراطية. تركيا ليست دولة ديمقراطية تقليدية على الطريقة الأوروبية، صحيح أنه تقع فيها انتخابات، فيها أحزاب سياسية، فيها حياة السياسية نشطة، ولكن هذه التجربة الديمقراطية من البداية عانت من مجموعة من الخصوصيات، من أبرزها أن الدولة في تركيا ليست هي الدولة الموضوعية، الدولة التي تتعالى على التشكيلات السياسية، على الصراعات السياسية، بل إن الأحزاب السياسية دائما تدخل في إطار عملية التموقع السياسي من خلال البوابة الانتخابية. الخشية الكبرى الآن بعد محاولة الانقلاب الأخيرة أن تقوم في تركيا ما سماه البعض بالديكتاتورية الانتخابية، وهي أخطر أنواع الديكتاتوريات لأنها تستند إلى قاعدة شعبية. السؤال الثاني الذي وجه إلي وهو من علياء ثروت: كيف وجد فكر الإخوان المسلمين هذه الحاضنة وهذا الدعم في تركيا الأتاتوركي؟ أولا، وجود الإخوان المسلمين كحركة وكتيار ليس بجديد في تركيا. تعرفوا أن نجم الدين أربكان الذي كان رئيسا للحكومة
شارك في عدة حكومات ائتلافية فكره فكر الإخواني، حتى لو أنه عندما وصل إلى السلطة لم يستطع طبعا أن يطبق برامج وأفكار الإخوان المسلمين، لأن التجربة التركية نفسها هي تجربة علمانية، ثم أنه حكم دائما بتحالفات مع مجموعة من الأحزاب السياسية الأخرى. أنا اعتقادي أن أردوغان بعد موجة ما سمي بالربيع العربي اعتقد أن التيار الإسلام السياسي أي الإخوان المسلمين هو الذي سيسيطر على المنطقة العربية، ولذلك راهن على هذا التيار، على التحالف مع هذا التيار لنمط من الزعامة الإقليمية في المنطقة، وهذا ما يفسر أنه حاول أن يحتضن هذا التيار. وبعد الأحداث التي جرت في مصر أي بعد السقوط المصري أيضا تجاوز خط أحمر ووقف ضد مصر واحتضن المعارضة الإخوان المسلمين وأراد أن يكون زعيما من المنطقة انطلاقا من هذه البوابة. ولكن من البديهي وهذا ما نلاحظه بوضوح تام أن هذه التجربة وصلت إلى أفق مسدود، وأن أردوغان يحاول الآن التخلص من هذه التركة الثقيلة، حتى لو كانت الأحداث الأخيرة أوهمته أن بإمكانه أن يذهب مدى أبعد في هذا الطموح الذي لا يمكن أن يتحقق بطبيعة الحال. هناك سؤال لبشير السالم، كيف ولماذا أصبح الإسلام اليوم يشكل الخطاب التعبوي للراديكالية؟ من المسؤول وأين المخرج؟ أنا قلت في هذه الحلقة إن ما نشهده الآن في الغرب من إرهاب ليس هو نمط شديد من الراديكالية الإسلامية التي لا يعني تحول داخل الإسلام نفسه، وإنما يعني أن هذه الظاهرة الراديكالية التي فسرها علماء الاجتماع انطلاقا من ظواهر موضوعية، أن هذه الراديكالية أصبحت اليوم تستخدم الإسلام كإطار تعبوي، أي ما سماه أوليفير واه أسلمت الراديكالية وليس راديكالية الإسلام. طبعا في الستينات والسبعينات كانت هذه الموجة الراديكالية تتخذ من الشعارات اليسارية إطارا تعبويا. اليسار اليوم لم يعد له قوة دافعة في الحقل الإيديولوجي نتيجة لمجموعة من الاعتبارات طول ذكرها الآن. أصبح الإسلام هو الإطار الناظم لكل الراديكاليات، ليس هذا ناتج على الإسلام في حد ذاته، ولكن ناتج على أن هذه الإيديولوجيا الإسلامية إيديولوجيا الإسلام السياسي وموجات التطرف الديني التي ظهرت في المنطقة وفرت هذا الإطار التعبوي الناظم لكل الراديكاليات، وإن كانت هذه الراديكاليات بالحقيقة لا تستمد من الإسلام ولا علاقة لها بالإسلام كعقيدة وكفكر وكتجربة تاريخية، وإنما هي توظيفات تعبوية لشعار أصبح له قوة دافعة الآن في هذه المرحلة. عبد الله المالكي يقول، لماذا لا أفهم كيف يمكن للمثقف أن يمارس وصايته على المجتمع؟ ألا تعتقد أن الذي يمارس وصايته هو من يملك السلطة والعنف والإكراه؟ أولا يجب أن نفهم أن السلطة ليست دائما هي سلطة سياسية ولا السلطة العسكرية، السلطة هناك السلطة المعرفية، وهل ما أثبتته الدراسات الفلسفية والاجتماعية من ميشيل فوكو إلى بورديو إلى آخره هو أن السلطة ليست خاصة بسلطة السياسية، وأنه داخل المعرفة هناك علاقات سلطة، وأن مركب السلطة القوة الحقيقة فاعل، وبالتالي فإن أكثر أشكال وصايا خطورة لأنها وصايا رخوة غير مرئية هي وصاية المثقف الذي يستخدم موقعه المعرفي وموقعه الاجتماعي من أجل أن يهيمن على وعي الناس بدلا أن يعطيهم حرية التفكير وحرية الرأي، ولذلك فوصاية المثقف موجودة وهي خطيرة ولعلها أخطر حتى من وصاية رجل السياسة ومن وصاية الدولة المهمة. سؤال لميرا الشمسي، توقعت صعود طرف ديني وتجور الثقافة الداعشية ما لم يبدأ خطاب إصلاح، متى يأتي هذا الإصلاح
ومن أين برأيك؟ أنا قلت إن مطلب الإصلاح الديني مطلوب، وأن هذه الثقافة الداعشية لا تحارب فقط بالوسائل العسكرية، وأننا يجب أن نحاربها أيضا بحرب أفكار حقيقية. مع الأسف هذا الإصلاح الديني لم يقم عندنا حتى الآن، رغم أننا نكرر دائما الحديث الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها، مع ذلك فلا نجد لا الشراءة ولا العزم ولا الطموح للقيام بدورة إصلاح ديني حقيقية في الإسلام. هناك بعض المحاولات التي بدأت ولكنها ما زالت محاولات محتشمة، بعضها تم في إطار الحق الإسلامي الفكري، وبعضها تم في إطار الفقه الإسلامي وإطار العقيدة، ولكن كل هذه المحاولات ما زالت في بدايتها، ما زال مطلب الإصلاح الديني مطلبا حقيقيا، وهو حسب رأيي شرط محوري للتخلص من هذه الثقافة الداعشية التي هي ثقافة الموت والكراهية. سؤال وليد عزوز، هل نتحمل مفهوم الجهاد الإسلامي كامل مسؤولية ظاهرة التطرف والانتحاري؟ أنا اعتقادي أن الجهاد الإسلامي لا علاقة له بظاهرة التطرف والانتحار. الجهاد الإسلامي هو جهاد حسب ما فهمه على الأقل الفقهاء في العصور الإسلامية الكلاسيكية، هو جهاد من أجل رد العدوان، وهو جهاد له أخلاقيات ضابطة، بينما ما نشهده الآن من موجة قتل انتحاري، هذا القتل الانتحاري لا علاقة له بالجهاد الإسلامي، ولم يبوب عليه في أي من مصنفات الفقه الإسلامي، ولذلك لا يمكن أن نحمل مفهوم الجهاد هذه السلبيات وهذه الانحرافات التي هي انحرافات تتعلق بظواهر أخرى تدرس في الإطار الاجتماعي وليس في إطار الدنيا.